السلام عليكم اخواني اخواتي. الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان غادي نصوب معكم تحميره رائعه بدون مواد حافظه، تحميره حقيقيه. شوفوا اللون اللي طلقت لي في الطبسيل، طريقه سهله وبسيطه، ما غاديش تحتاجوا انكم تبقاو تجيبوا التحميره اللي ما عرفت شنو هما الاضافات اللي كيكونوا فيها. هي التحميره اللي كيقلبوا عليها السيدات، وايضا غادي تشوفوا معايا واحد المعادله او واحد العمليه حسابيه ملي كنشريو تحميره واجده خدموها لينا هما وكنجيبوها، يعني غنستعملوها كتكون رخيصه 25 درهم، في العكس ديال هذه اللي كنصوبوها وكنبقاو واقفين عليها وكنديروا بزاف ديال سميتو ديال هكا كنخدموها وكنرونو الدنيا ونرونو الكوزينه كطيح علينا غاليه. فهذا دليل ان الاخرى اللي كنشريو بثمن اللي هو بسيط او لا ماشي بسيط، غير ناقصه على هذه الاخرى، هذه انها فيها شي حوايج اللي ماشي هما اللي كيعطيونا انها كتجينا رخيصه. فاليوم كنحيدو كل شيء هاد الشكوك، كنصوبوا التحميره ديالنا. غادي تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو، نتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. هذه هي الفلفله اللي غادي نخدموا بها التحميره هذه، هنايا عبرت نص كيلو موجوده عند العطار، فلفله حلوه ما حرش يابسه بهذا الشكل هذا. كتحاولوا تعبروا دوك اللي ما مهرسينش اولا اللي ما كيكونوا صحاح بحال هذا الشكل هذا، وهما اللي كنجيبو. خديتها ب 35 اولا 36 درهم الكيلو، جبت كما قلت لكم نص كيلو. هنا غادي ناخذ واحد الثوب كيف ما شفتوا هكا ولا ورق المطبخ، وكنبقى كنمسح وكنمسح مزيان هاد التنيات هادو كيف ما راه يمكن لكم الناس اللي عندهم السطح والشمش. حتى انا كنديرها بعض المرات كنغسلها ونشرها، ولكن اليوم درت ليها الطريقه هذه. تغسلوها في واحد السطل هكا بواحد شويه، تخفوا يديكم تغسلوها في واحد الشبكه وتنشروها في واحد ليزار وتبقاو تشمشوا فيها حتى كتنشف، ولكن المدن اللي ما فيهاش اللي فيها الرطوبه راه تقدر ما تصدقش ليكم. فكنمسحها كلها بهذه الطريقه هذه، وغادي نتلاقاو بعد ما مسحتها بهذا الشكل هذا. هنا عرفتها بانها نقيه، جلست يعني هزيتها ومشيت جلست حتى مسحتها بالخاطر باش ما يبقاش فيها الطراب نهائيا. هنا غادي نحاول نحيد لها النباته هذه ونحيد لها داك الزريعه ديالها، ولكن هنا غير كنحيدو النباته وداك القلب ديالها وكنحط حتى الاخير عاوتاني، عاد غادي نفرق الزريعه. هنا راه كتبقاو كتحيدو شويه بشويه حتى كيبقى لنا غير داك الشويه. في الاخير غادي نقول لكم شحال من نص كيلو شحال كتخرج ليا ديال التحميره، اللي هي تحميره نقيه وتحميره ما فيهاش شي حاجه هكا الشوائب بحال الزريعه ولا النباته. اما في السوق راه كيقول لكم العطر واش نطحنها لكم بهذا الشكل هذا بالغبره ديالها بالطراب ديالها، ولكن حنايا غادي نجيبوها للدار كما قلت لكم نخدموا هذا الشيء بيدينا. صافي من بعد ما غادي نساليها غادي نوريكم داك، شوفوا هذه النباته اللي حيت منها. هنا ساليتها في حيت ليها الزريعه، شوفوا شحال ديال الزريعه. هنا راه الا تبعنا هذا الشيء داك حيت ديال هذوك النباتات، وشوفوا شحال ديال الزريعه. وفي الاخير ملي كنشريو التحميره واجده راه كديروها رخيصه، يعني كيلو التحميره 25 درهم هي هذه. شوفوا صافي هنايا غادي ندوز معكم لواحد المرحله اخرى. قبيله كنت كندير الصوت يعني حيت كان عندي الصداع، دابا غادي نكمل معكم بهذه الطريقه هذه. هانتوما غنحطهم على هادو، ما عرفتش الزريعه يمكن ما نفعل والو، هانتوما تقريبا نص بالنص. قالها لي السيد اللي كيبيع هاد العطريه هذه اللي كيبيع هاد الفلفلات، قال لي نص كيلو كيعطيني ربعه ديال التحميره، ومازال في الاخير غادي نعبرها معكم. يلا غادي نحيد هاد الشيء كامل، شوفوا شحال حيدت منها، وندوز نكمل معكم الطريقه. هنا غادي نجيب واحد الطاوله اللي كتدخل للفران بهذا الشكل هذا، وغادي نحط فيها هاد الفلفله هذه، وبهكا غتخرج لنا. واخا قلت لكم زعما راه كتولي قليله، راه تخرج لنا الخير والبركه هذه. تقريبا معلقه ولا معلقه ونص ديال الزيت المائده باش كنخويها عليها وندهنوها، ما تكثروش تقريبا هذه الكميه ديال نص كيلو، نديروا معلقه وواحد شويه صافي، معلقه تقريبا ونص. وهذه راه حتى هي تدبيره، غادي نديرها بالطريقه هذه، نحاول كلها نلبسها بداك الزيت. غادي نحاول اي بلاصه ما قاستهاش الزيت نحاول ندير هكا باش يلاه تجينا كلها
بالنسبه للزيت اش كدير ليها؟ كتساعدها باش هكا تحمر لينا بلا ما تحرق، دغيا كتولي كتذهب وكتولي يابسه اولا ناشفه، لانها كانت مشطوره دايره بحال الجلوفه. ها ما غاديش تطحن لكم الجلفه هكا ضروري. ها انتم خصني نبقى ندير لها الطريقه دائما اللي كنشارك معكم، كنضغط على الحاجه وكتكسر. غادي نشعل الفران كما العاده حتى يسخن، وغادي نطفي عليه وندخل. هذه الطريقه ممكن ديروها ملي تكونوا مطيبين الخبز، وغادي ندخل الطاوه حتى غير تسهر شويه، وكنبقاو حاضرينها ما تخليوهاش باش ما تحرق لكمش، غير شويه تسد عليها وغادي نخرجها بسرعه. وغادي تشوفوا معايا، غادي نكتب لكم يعني الاخوات في الدول العربيه، غادي نكتب لكم الطريقه في هذا المكان هذا باش هكا تزيدوا تفهموا اكثر. رجعت لكم بعد ما سخنت الفران، فغادي نديها نصهدها غير واحد تقريبا 4 ديال الدقائق في الفران اللي هو طافي، ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديالها. بعد ما دوزت واحد تقريبا غير واحد شويه واحد جوج دقائق في الفران، ما تخليوهاش باش ما تحرق لكمش. شوفوا سمعوا الصوت ديالها، صافي راه تحمرات مزيان. دابا بقى لينا غير نطحنوها، راه ما محروقاش اللون ديالها كما قلت لكم الفران يكون طافي. صافي غادي نديرها غادي نطحنها ان شاء الله وتشوفوا هنا. صافي راه مابقاش الزيت مابقاش ما غاديش نزيدو ما عدا الى ملي نطحنها الى شتها ناشفه مزيان، لان التحميره كما كتعرفوا شوفوا اللون التحميره كما كتعرفوا راه كتكون فيها الزيت كتكون ميدمه الا درناها في شي كاغيط هكا ولا كتخرج لينا داك الدهون ديالها، هو راه غير الزيت اللي كيزيدوها. وحنا هنايا راه كنعرفوا الزيت يعني الزيت القيمه ماشي شي زيت اللي هو مصطفى. وصافي غادي نطحنها ان شاء الله. صافي غادي نعمر هذه كما كتعرفوا هادشي راه خفيف دغيا غادي يتطحن. ودابا غادي نطحنها، غادي نحيد الصوت باش هكا ما يصدعكمش. صافي ملي كطحن مزيان غادي نخويها في واحد الطبسيل وغادي نكمل هذيك الكميه اللي بقات. هانتوما شوفوا صافي هاد الشويه هو اللي تحصلت عليه، غادي نعبروا معكم في الاخير. هانتوما شوفوا اللون ديالها ما شاء الله، اللون اللي هو عكري تحميره حقيقيه. وكما قلت لكم الريحه ديال الفلفله طالعه منها يعني ما عندها حتى علاقه بديك التحميره اللي كتكون كلها اللون كيبان فيه واحد اللون اللي هو في شكل يعني واحد الحمريه في شكل صباغه يعني محطوطه. وها نتوما هذه هي هادشي اللي تحصلت عليه من داك النص كيلو. الكيلو ديال الفلفله حلوه كيف ما شفتوا في الاول، عطاني 200 غرام ديال التحميره، ولكن راه غير شويه وغادي تقضي لكم الغرض احسن من هذيك اللي كتكون كثيره. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاحباب والعائله، والى ان شاء الله افكار اخرى وتدابير وحيل قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.